السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في السيشن الخامسة من كورس ريفت. النهاردة هنتكلم في حاجة اسمها رومز. في حاجة اسمها رومز، هي في التارجت ده روم، إني أعمل باوندري لروم أقدر بعد كده نستخدمها إني أحسب مساحة أو إني أطلعها في جدول أو إني أعمل حصر كميات. وبعد كده هنتكلم في نموذج للغرفة، وهنتكلم في إن إحنا نلون الغرف دي ونديها شوية من أنوتيشن. ده عندي فراغ معماري أيا يكن، تعالوا نشوفه في ال 3D مثلا. ده شكل وليكن يونت شقة. طيب دلوقتي أنا في البلان بتاعي عايز أعمل شوية هعمل حاجة اسمها رومز، بعد كده هنطلع منها جداول، وغير إن إحنا هنطلع جداول كمان هتبقى ويف برزنتيشن كويسة جدا لينا. طيب بندوس على روم، اختصارها RM. أول ما بندوس هنا، أول ما إحنا روم من هنا بيقول لي بليس روم. لما أروح كده أدخل أي فراغ محدد بأربع حوائط بلاقيه على طول عمل لي باوندري أزرق كده، هنا أو هنا أو هنا على طول. ان ده فراغ محدد ممكن يبقى غرفه، مجرد ما انا ادوس عليها كده بقت دي دلوقتي محدده. لو رحت هنا بيقول لي غرفه، والغرفه دي محددتها كذا، والاريا بتاعتها 115 متر هنا، والبارامتر بتاعها والفوليوم هنا بيديني شويه معلومات. مثلا ممكن احط الغرفه دي، الريفت بيستخدم ان هو كل فراغ ليه رقم، ليه رقم وليه لود، ليه ديبارتمنت، ليه فينش، ليه مثلا احط له تشطيبات، وبعد كده اقدر ان انا اطلعها في جدول تشطيبات او ان انا اعمل لها حصر. طيب هنا كده ممكن تعالوا نروح من اركتكتشر تاني، بلاقي عندي روم. من روم هنا بلاقي حاجه بيقول لي بليس رومز اوتوماتيكلي، يعني بيقول لي ان انا من هنا كده مجرد ما عملت دوست عليها، بمجرد ما دوست على كلمه روم وبعدين انا ممكن احطها واحده بواحده. تعالوا ندوس كنترول زد، هنا ما عنديش غير الروم دي. لو نمسحها انا جيت على روم، بدل بقى ما احط الروم ممكن احط روم هنا وروم هنا وروم هنا وروم هنا، بدل ما احطهم كده كل واحده بواحده. كلمه بليس رومز اوتوماتيكلي بيحط لي كل الرومز، كل فراغ محدد باربع حواض، مجرد ما دوست كده بيقول لي 8 رومز كرييتد اوتوماتيكلي. فهو ممكن انجز شويه في بان انا اخليها اوتوماتيك. طيب دلوقتي الروم هنا انا عايز اعمل لها روم، يعني اعمل لها نموذج تاج. طيب الحاجه اللي جنبها هنا كده بيقول لي تاج روم، انك عايز تعمل لهم تاج واحده بواحده. بمجرد ما اروح على دي الاقي يقول لي دي 7، دي 3، دي 5، دي 6. ممكن اغير الارقام دي بعدين، بس مجرد ما اروح بقى بيقول لي انك عايز تحط تاج زي نموذج الباب والشباك. او ممكن من هنا تعالوا نجرب نعملها مره كده ومره كده، اني احط هنا تاج وهنا تاج وهنا تاج زي نموذج الباب والشباك عشان الريفت بعد كده يفهمها في الشغل. او ان انا اعمل كنترول زد كده واروح على تاج روم، وبعدين اقول له من هنا تاج اول نوت تاج، يعني كل اللي مش واخدين نموذج تدي لي ليهم نموذج. من هنا كل حاجه في المشاريع، يعني مثلا عندي الوول تاج، الويندو تاج، نماذج الابواب والشبابيك ونماذج السلم ونماذج الحوائط. انا بس من هنا هختار روم تاج الاول، وبعدين هنطبق التعيين واقول له ابلاي اوكي. هنا حط لي كل الرومز عندي موجوده. لو انا مثلا ممكن اجي من هنا واكتب على الفراغ ده مثلا بالعربي او بالانجلش، واكتب مثلا ريسبشن، وبعدين مثلا ممكن اكتب على ده بيدروم او ماستر بيدروم. فكده يعني ممكن يديني شوية برزنتيشن كويس. عايز اكتب هنا مثلا ده مش عاجبني مكانه فاحركه، مجرد ما اعمل عليه سيلكت وهنا علامة الموف دي بحركه يمين وشمال، او حتى ان انا احركه بالاروز بالاسهم. طيب ممكن نكتب هنا كيتشن، ممكن بالكابس لوك او لا، يعني وهكذا ممكن اكتب. طيب هنا ممكن اغير حتى اسم الفراغ رقم، واسف ممكن اخلي الفراغ ده رقم 3 مثلا 3. هنا بيقول لي ان هو في رقم واخد 3 اللي هو ده، فهما الاثنين هيبقوا حاجه واحده فمش عارف افرق بينهم. فانا ممكن بقى اغير ده وبعدين اخلي الريسبشن هو رقم 1، هيفرق معايا في ايه لما اجي اخرجه. كمان هنا بيقول لي في رقم كمان واخد 1. طيب تعالوا دلوقتي احنا عايزين نعمل ويف بريزنتيشن اتكلمنا عنه. لو انا تعالوا الاول نحط ابو شبيك عشان نتكلم في موضوع الروم تاج. حط باب هنا، باب هنا، باب هنا، باب هنا، ايا يكن شكلهم عامل ازاي. دلوقتي مجرد ما انا حطيت كده ظهر لهم نماذج ابواب وشبابيك. طيب تعالوا نحط كمان ويندو، الويندو مش عليها نموذج، يعني نحط ويندو وبعدين هنا تاج، نعمل تاج نقول تاج اول نوت تاج. فهنا انا اقول له خلي لي النموذج، اعمل لي نموذج للابواب، واعمل لي نموذج للحوائط، واعمل لي نموذج للشبابيك. قول له ابلاي اوكي. شايفين مجرد ظهر لي هنا على طول فورا نموذج للشباك.
ونموذج للباب كله، عشان دول نفس الشباك ظهر لهم نفس النموذج. هنا ظهر نموذج باب واحد. وكذلك الحوائط، لو انا عندي حوائط مختلفة اقدر اني اديها نموذج واكتب مثلا حيطة 25 واديها توصيف واكتب واقول له اوكي. فيعني او ان انا كريت الفاميلي، فيعني لو انا عاوز اعمل كده اتس اوكي معايا. بعملها منين؟ تاج اقول له تاج، وبعدين بختار الحاجة اللي انا عاوز اعملها تاج. طيب تعالوا ندوس كنترول زد عشان الزحمة دي. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنروح احنا دلوقتي عايزين نلون الرومز بتاعتنا. هنروح على الاوتيت، بنلاقي حاجه هنا من كلر فيل، حاجه اسمها كلر فيل ليجند. طيب بندوس عليها، مجرد هنا بيقول لي نو كلرز، مجرد بس نحطها هنا دوس كليك عليها، بيقول لي سبيس تايب، شكل السبيس هعمل ايه. بختار رومز، الاتش فاك زونز والسبيس حاجات خاصين بالام بي، فبختار رومز، ومن كلر سكيم بختار نيم انا عارف ليه، واقول له اوكي. طيب هنا مجرد ما عملت كده بقى ظهر عندي حاجه اسمها روم ليجند، الحاجه اللي انا كاتب اسمها، يعني كل الروم كلها واخده نفس اللون ومكتوب هنا روم. مثلا انا كتبت ماستر بيد روم واخده لون مختلف، والريسبشن واخده لون مختلف. تعالوا مثلا لو كتبت على دي كده مثلا باث روم، مجرد ما عملت كده اداها لون مختلف وظهرت هنا في الليجند. تعالوا نكتب مثلا على ده اي حاجه ستور مثلا، على طول اداها لون مختلف وكتبها عندي هنا. فممكن يبقى بالنسبه لي ان انا اظهر البلانات بتاعتي كده هيبقى حاجه محترمه جدا. ندوس على كلر سكيم دي، من هنا بلاقي حاجه اسمها اديت سكيم، مجرد ما ادوس عليها من هنا البريفيو الحاجه عامله ازاي. وبعدين الكلر ده لو انا عايز اغيره، مثلا الباث روم ده نديله الاحمر ده، والكيتشن نديله الاصفر، والريسبشن نديله الموف. مجرد ما اعمل كده الالوان بتتغير، حتى ان اغير اي حاجه منهم. وبعدين نقول له ابلاي، حتى الروم ليجند التايتل ده ممكن نغيره مثلا واخليه الفراغات لو انا عاوز، اقول له اوكي ابلاي اوكي. هلاقي ده اللي ظهر عندي والالوان اتغيرت زي ما انا حابب. طيب ممكن نعمل كده تاني، لو انا بقى عايز بالار جي بي واحط بقى هنا القيم لو انا عارفها اقدر اعملها. نو كلر ماستر بيدروم بقت نو كلر، بقت ابيض. لو انا عايز اعمل كده ممكن يبقى ويف برزنتيشن اللي هي كويسه جدا، ممكن نجيب دي ونحركها، ممكن حتى ما نخليش كلمه الفراغات دي موجوده. نعمل اديت تايب، وبعدين هنا بقى ممكن يعني دي نغير اسم كلمه الفراغات دي مثلا نخليها 15 مللي كده. انا بغير في ابعاد كلمه الفراغات، ممكن الباك جراوند اخليها ترانسبيرنت او ما تعديش اللي وراها. اغير في الفونت، اغير في التكست والفونت بتاعه والمقاس بتاع الكتابه بتاعتي. من هنا ادوس شو تايتل دي، فكلمه الفراغات هتختفي، كلمة الفراغات من هنا اختفت. طيب تعالوا نرجعها تاني ايديت تايب، ممكن طبعا نعمل دبليكيت عشان اظهر الشغل بتاعي. تعالوا نشوفها كده وهي بقت بحجمها اكبر مرتين. طيب لو انا مثلا عاوز اعمل، ناخد دي كده مثلا ونعمل لها ميرور، و قبل ما نعمل ميرور نعمل سيلكت عليهم، وبعدين ما نختارش الحته دي، يدوس شيفت، وبعدين اقول له سيلكت اكس واختار الاكس ده، هيعمل ميرور لكل حاجه الناحيه التانية. ماشي. فلو ده مثلا عندي شقتين، فالشقتين هيبانوا قصادي بالمنظر ده. لو انا غيرت بس الحرف الار ده، خليت الار كابيتال والاي سمول، متاسف الار كابيتال والاي سمول، مع ان دي ريسبشن ودي ريسبشن، هيديها لون تاني وتايب تاني، وهتظهر هنا مختلفة. حتى لو دوست سبيس هتظهر مختلفة، لو بس عملت كده تظهر حاجة تالتة اصلا. طيب ده ممكن يكون شكل اظهار ممكن افضله. ممكن مثلا نروح على ريسبشن واقول اديت سكيم، هنا فيل باترن، ممكن مثلا بتاعت ريسبشن دي بدل ما هي لون كده ممكن اديها مثلا هاتش، وليكن مثلا نلديها الدياجونال ده، دوس ابلاي اوكي. فلاقي الريسبشن اخد الهاتش ده. بعد كده ممكن اعدل سمك واعدل المسافات اللي بينه. لما نروح للانوتيشن هنفهم ازاي نعدل هنا اكتر. يعني بروح هنا من اديت سكيم، وبعدين بلاقي عندي الريسبشن اللي هو ده،
لما اجي اختاره ممكن اعدل فيه او ان اعمل خطوط ليا تكون متظبطه احسن. طيب دلوقتي انا مثلا عندي ده شقتين وعايز اخلي كل شقه باسمي، يعني اعمل بلان كده يبقى فيه الشقه دي مثلا 100 متر والشقه دي مثلا، تعالوا نخليها واقعيه اكثر، مفيش مشكله، يعني عايز مثلا اقول ان الشقه دي 120 متر والشقه دي 100 متر، فانا عايز اعمل لهم برزنتيشن يكون بشكل ما يبانش، يبان لي كل دول كانهم حاجه. يعني انا مثلا عندي فصول، فعايز ده يبان فصل وده فصل وده فصل وده فصل، او اداري استثماري في اي شكل مشروع، فبالنسبه لي افضل شويه. طيب هنعمل ايه؟ هنروح على ليفل واحد ده وهقول له كليك يمين، وبعدين هقول له دبليكيت وعامل دبليكيت منه. طيب اللي حصل ده دلوقتي ان كل حاجه اتغيرت، ان كل حاجه اتعملها دبليكيت بس مفيش حاجه اتكررت، يعني هو نفس الحاجه بنفس البلان بنفس كل حاجه، بس انا عملت دبليكيت للفيو كاني خدت منه نسخه عشان لما اوديها لشيت بعد كده او اخرجها PDF يبقى دي المخرجات بتاعتي، بس هي كموديلنج ما اتعملهاش دبليكيت مرتين. بدوس على كلر فيل تاني وبعدين بقول له اوكي دلوقتي ما عملتش اي حاجه جديده. بدوس على الكلر فيل ليجند وبقول له سكيم، فاكرين اللي كان في الاول خليناها كان الكاتيجوري كانها رومز، واول واحده تاني واحده اخترناها نيم، انك تعمل لي الالوان باي نيم، هقول دلوقتي تعملهم لي باي ديبارتمنت، هنا مفيش ولا ديبارتمنت. طيب هنعمل ايه؟ هروح مثلا على غرف وليكن مثلا الغرف بتاعت دي بتاعت الشقه دي، اقول له فلتر وهعمل على الرومز، اللي هعمله اني هخلي الرومز دي مقترنه بديبارتمنت، وهقول له مثلا تايب ايه من الشقق مثلا، تايب ايه نكتب هنا تايب ايه 120 سكوير متر. طيب ونخلي تايب شويه الشقق دول، الشقه دي بالفراغات بتاعتها، هنشيك على الروم ونقول اوكي. اللي بعمله دلوقتي اللي بيخلي الرومز دي كلها تحت ديبارتمنت واحد، كان تحت قسم واحد، فلما اجي اقول له لا لونهم لي باي ديبارتمنت يبقى كل الرومز دي هتتلون بلون واحد، بس هي في الاصل متلونه نفس اللون. وخلي دي مثلا تايب اي تايب بي تايب بي وليكن مثلا 100 سكوير متر، نقول له اوكي. طيب دلوقتي انا هروح بس هنا واقول له اديت سكيم، هقول له لا انا عايزها باي ديبارتمنت، هلاقي عندي ظهر هنا حاجه، ممكن نغير برضو الالوان نخليه ده احمر وده ازرق، ونقول له اوكي ابلاي اوكي، هلاقي عندي ان ظهر الرومز اللي كانت واخده كلها تحت تايب معين بقت بنفس اللون، والرومز اللي كانت واخده نفس التايب بقى انا ممكن هنا مجرد ادخلها على التايب 120 متر فالاقيها اتلونت، ودي ادخلها على التايب في الديبارتمنت ادخلها على التايب ده فتتلون. يبقى انا مثلا عايز اعمل برزنتيشن لحاجه شبه كده، او اني مثلا امسك الروم دي والروم دي والروم دي والروم دي واقول له الديبارتمنت بتاعهم مثلا فصول كلاسز، مجرد ما اعمل كده هيتلونوا كلهم بلون تاني وهينزل لي في الديبارتمنت هنا لون تاني، فانا مثلا اقدر الون فصول، اقدر الون زون خدمات، اقدر الونها زونات، والديبارتمنت دي برضو اغيرها زي ما انا عاوز، اغير اسمها واغير سمكها. عندي هنا ليفلين بس الليفلين مش متكررين، ده هو نفس الليفل بس متاخد منه كوبي بس، كوبي كانوتيشن كمخرجات مش كموديلنج، الموديلنج هو حاجه واحده في الواجهه زي ما هم في ال 3 دي زي ما هم، الليفل ما اتكررش ولا حصل له اي حاجه. ده الليفل الاولاني اللي انا عامل فيه ده مثلا، واللي عامل فيه بالفراغات، ده الليفل الثاني اللي عامل فيه مثلا بالزونات، واقدر الاثنين اخرجهم واوديهم شيت طبيعي عادي جدا جدا.